أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. زي ما حضراتكم شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله شجرة، يعني أنا عن نفسي أول مرة أشوف الحلاوة دي، أول مرة أشوف الجمال ده. إزاي اتقسمت بالطريقة دي؟ إزاي الشكل بيجي بالطريقة دي؟ تعالوا نشوفوا عم سيد بيعمل إيه، وهيحكي لنا كل حاجة عن الشجرة اللي هو شغال فيها. طب إيه اللي بيحصل؟ طب إيه اللي بيتعمل؟ طب الشجرة دي عمرها قد إيه؟ تربط في قد إيه؟ تعالوا نشوفوا كل حاجه مع عم سيد. ازيك عم سيد؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اخبار حضرتك؟ ربنا يبارك لك يا رب، تكونوا بخير دايما ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الشجره دي اسمها ايه؟ اسمها فيكس باندا. الشجره دي عمرها قد ايه؟ الشجره دي عمرها 4 سنين. 4 سنين وانت بتربي فيها بالشكل ده؟ اه، بنزرعها الاول وهي شتله. تمام. بعد كده بننزلها بنرتبها في الارض. تمام. وبعد كده لما بتكبر بتبقى بالاشكال اللي انت شايفها العاديه ديت. اه. بعد كده ممكن بننظمها بقى زي ما احنا عايزين. اه. ونروح جايين مشكلينها زي ما انت شايف كده. 4 سنين وانت بتربي فيها بالطريقه دي. طب انت اللي انت بتعمله ده ايه ده؟ ده بنلف حبل اسمه حبل دبلاج. تمام. بنغير من شكل التكسيم بتاعها. يعني وظيفته بس ان هو يحمي الشجره ويغير؟ لا، بنضيف. مفيش حمايه. اه. هي الفكره ان انت بتعمل ديكور للشكل نفسه. اه. يعني انت بتغير في الرسمه نفسها. تمام. يعني انت بص حضرتك اللي هو ما اتعملش، بص زي النجم العود اللي انت كده ما اتعملش، ممكن لو طب نصور. ماشي، نصور العود الثاني ده اللي ما اتعملش، وترجع تبص على اللي اتعمل. ده اللي هو لسه ما اتعملش. ده اللي لسه ما اتعملش. شكله كده. اه، ده بالمنظر ده ممكن تخليه زي يعني على اساس ان في ده انت بتشتغل على الزوج نفسه. اه. بتاع العميل. تمام. يعني انت ممكن تلاقي واحد عاجبه فكره الحبل، واحد تاني مش عاجباه. انت خدت بال حضرتك؟ تمام. هي الموضوع كله ازواج مش اكتر. الشجره دي معمره؟ اه طبعا. فيكس. فيكس. اه، نوع من انواع الفيكس. نوع من انواع الفيكس، بس ده المستورد. اه، ده اساسا كان جاي من اللي هو شغل البونزاي. اه، فاحنا هنا اللي هو التقزيم. اه، ما هو ده اللي بيتكلم عليه البونزاي. آه. بس احنا اشتغلنا عليه بقى زي ما حضرتك شايف كده، عملنا هنا في المحل يعني. بس ما شاء الله 4 سنين وانت بتربي في شجره زي كده عشان تطلعها بالشكل ده في الاخر. اه طبعا. ما انت هي الفكره بترجع من واحد عن واحد. أوه. على اساس ان انت الفكره نفسها، يعني انت التطوير في الشغل نفسه، خدت بال حضرتك؟ هو ده اللي بيفرقنا عن بعض ما شاء الله. انك انت تحاول تغير، يعني ممكن بقصه معينه، برسمه معينه، بتغير شكل الايه؟ النبات نفسه. أوه. يعني هو النبات نفسه ممكن تشوفه، واحد شايفه مثلا هو كتله خضريه. تمام. واحد تاني شايفه انك انت تقص فيه وتشتغل بالقص. تمام. بتبقى على حسب بقى. طب العنايه بالشجره دي بقى ازاي؟ بالنسبه للري، التسميد؟ ماشي، اتفضل. الشمس؟ لا، بالنسبه للري بتشرب عادي، بالنسبه للصيف بتشرب كل يوم. اه. بالنسبه للشتاء بتشرب مثلا مره او مرتين في الاسبوع. تمام. بالنسبه للشمس، الشمس الطبيعيه العاديه. 6 ساعات في اليوم على الاقل يعني. اه، الطبيعيه العاديه. آه. التسميد والله لو انت عندك لو هي في الارض بتبقى سباخ بلدي. تمام. اللي هو الطبيعي. مره في السنه. مرة او مرتين، الربيع او الخريف على حسب جوده الارض. تمام. بالنسبه لو هي في البوتات يعني. تمام. بتبقى مختلفه على اساس ان انت ايه بتحط لها الاسمده، بتعوضها عن الارض. طبعا فيها حاجات كتير. تمام. انما بالنسبه للبوت لازم تزوده بالاسمده. الجسريه بتختلف عن الارض، الارض مليانه بالعناصر الغذائيه، التربه اللي فيها. بالظبط. تمام. انما انت النهارده دي مش مدياك، مش تديك الكلام ده كله في الجسريه. اه. فلازم انت تعوض الشغل الايه؟ اللي هو النواقص عليك، بتعملها بالتسميد الزايد، او تشوف بقى لو انت عندك. طب لما احنا بنيجي نزرعها، بنزرعها بالصندوق بتاعها ولا بنشيله؟ لا، بنشيله طبعا. بنشيله، مفيش مشكله. لا. وقت زراعتها في اي وقت في السنه؟ في اي وقت في السنه عادي. في اي وقت نزرع مفيش مشكله خالص. اي وقت في السنه ازرع، ما عندكش اي مشكله خالص بنزرعها. حاجه بسم الله ما شاء الله، تحفه فنيه، عمرها 4 سنين وعم سيد بيربي فيها بالشكل ده. 4 سنين وهو بيصرف على الشجره، سماد، ري، مبيدات، تجليم، اهتمام، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله عشان توصل في الاخر للشكل ده. والفيديو ده للناس اللي هي بتحب التشكيل، بتحب الاشجار النادره، لان ده يعتبر شجره نادره. حاجه ما شاء الله تبارك الله، تسلم ايدك عم سيد، ربنا يديك الصحه ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا ويوسع عليك. طبعا في اشكال كثيره جدا هنشوفها برضه مع عم سيد، يعني مش بس هو الشكل ده. في عندك حاجات زي لو برضه في البص، في الكاثمارين ديت. اه، برضه بسم الله ما شاء الله اهو. الكيسات العاديه ديت. بصوا التشكيل. إيه؟
تشكيل الشجره ماشي ازاي اهو، لوحه فنيه مرسومه، الفيكس اهو برضو مرسوم، الجهنميات حاجه بسم الله ما شاء الله اهو، لسه تحت التربيه كله في صناديق، ادي الفيكس برضو مرسوم اهو، حاجه ما شاء الله. وهو ده الشكل النهائي للشجره بعد ما عم سيد عمل فيها كل حاجه بسم الله ما شاء الله، ده الشكل النهائي بتاعها، ده الديكور، 4 سنين تعب في تربيه شجره زي دي. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجه منه، شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.